أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك، فانظر هذه الأمم، إن العيون قريرة بما شهدت، والقلب يفرح والآمال تبتسم. الشعب أنت، وأنت الشعب أجمعه، وأنت جلال الشعب والعظم. فإن تعش سالما عاشت سعادته، وإن تمت ماتت الآمال والهمم. هذا الهتاف الذي يعلو فتسمعه جميعه لك، فاسلم أيها العلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. شكرا لبناة العلم، شكرا لمقابلتنا الاعزاء طلاب الاعداديه الشرقيه، هذه الاعداديه العريقه الاولى في نيله. بكل الفخر النبل في الاعداديه الشرقيه. احيي مدير المدرسه الاستاذ مثنى وكادره المعقد. نحتفل اليوم بدقائق معدوده، ونحن كعائلة تربوية مجتمعة في تكريم أبنائنا الطلبة الذين اجتهدوا وجدوا وكادحوا. وربنا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. ربنا يقول: نفسي الفداء لكل منتصر حزين، قتل الذين يحبهم إذ كان يحمي الآخرين، يحمي بشبر تحت رجليه اتزان العقل، معنى العدل في الدنيا على إطلاقه، يحمي البرايا أجمعين حتى مماليك البلاد القائدين. قالت: غلبتك يا هذا، فقلت لها: لم تغلبيني، ولكن زدتني كرما. بعض المعارك بخسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، ولكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لا تحسب بين العاشقين دما. حضرنا اليوم في الإعدادية الشرقية مراسيم رفع العلم، وكذلك احتفالية تكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 22-23، والذين حققوا مراتب متقدمة على مستوى العراق في مرحلة السادس الإعدادي. حقيقة الإعدادية الشرقية ليس جديد عليها هذا التميز والإبداع. سنويا نرى الطلبة المتفوقين من الإعدادية الشرقية. ندعو بقية المدارس وكذلك الطلبة الأخر أن يحذوا حذو الإعدادية الشرقية من تميز وإبداع في رفد محافظة نينوى من الكفاءات الإدارية والعسكرية والطبية. وأيضا شكر الكبير لمدير المدرسة الأستاذ مثنى، كذلك جميع الكادر العامل في الإعدادية الشرقية. شكرا لكل من ساهم في دفع العملية التربوية إلى الأمام. حضورنا اليوم في منبر العلم الإعدادية الشرقية في محافظة نينوى، هذه الإعدادية العريقة بتاريخها وبكل تفصيلاتها تحمل ذاكرة المدينة. اليوم كان لنا تكريم للطلبة الأوائل على القطر ومحافظة نينوى في الامتحانات العامة في الفروع الأحيائي والتطبيقي والأدبي. حقيقة مفخرة لمحافظة نينوى وهؤلاء الطلبة. طبعا في هذه المناسبة لا يسعنا إلا نقدم شكر وتقديرنا إلى إدارة الإعدادية الشرقية وكادرها المتميز من أجل النهوض بالواقع التعليمي في المحافظة. وهذه النماذج الخيرة بالتأكيد ستكون قدوة ونبراس لكل الكوادر التربوية في محافظة نينوى. اليوم على بركة الله تم تكريم الطلاب المتفوقين في المراحل العامة، حيث حصل الطالب علي تمام محمد سالم من مدرستنا على المركز الأول على العراق بمعدل 99.86. بارك الله بطلابنا الأعزاء، بارك الله بتفوقهم، بارك الله بعوائلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في دراستهم إن شاء الله. مثنى محمد صالح مادي، مدير الإعدادية الشرقية للبريد في الموصل. المسؤولين في مديرية تربية نينوى لحضورهم ولمشاركتهم الاحتفالية البسيطة لطلبتنا الأوائل
والذين سيكونون خير من يمثل هذه المحافظة والعراق في المحافل الدولية مستقبلا. نشكر طلبتنا الأعزاء لمشاركتهم الحفل. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة الضيوف في حياتهم المستقبلية، ونتمنى التوفيق لطلبتنا الأعزاء وتحقيق أعلى المستويات في السنة الدراسية 2023-2024.